هاي يوتيوب، فيديو النهاردة هيكون عن روتين للستروبري سكن. لو انت بتعاني من الستروبري سكن دي وما تقلقيش، كتير مننا بيعاني منها. انا في الفترة اللي فاتت او بالضبط خلال السنة اللي فاتت قدرت اتوصل لروتين مريح بالنسبة لي، بيديني نتيجة مرضية جدا. خلينا بس نتكلم ان النتيجة مش هتبقى 100%، بمعنى ان النقط الحمراء اللي انت شايفاها دي مش هتختفي completely، بس هتروح كتير جدا، يعني ممكن بنسبة 70-80% تبقى مش واضحة وتبقى مش باينة، ودي نتيجة كويسة جدا. بالنسبة للملمس، الملمس هيبقى احسن كتير، يعني ممكن حرفيا الملمس نفسه ما تبقيش حاسة ان في اي حاجة خالص، تحسي ان بشرتك عادية وجميلة وناعمة ما فيهاش اي مشكلة. بس عشان توصلي للنتيجة دي الموضوع محتاج كوميتمنت كبير، بمعنى انك محتاجة تبقي ملتزمة في البادي كير روتين بتاعك عشان خاطر تعرفي تشوفي نتيجة. انا بدأت الروتين بتاعي مع دخول الشتاء اللي فات، وفعلا بعد شهر او شهرين من الالتزام انا فعلا ابتديت اشوف نتيجة and I was very impressed. لان لازم برضو اقولك انك ما تستنيش نتيجة وقتية، بمعنى ان انت مش اول ما تبدأي هتلاقي نتيجة، وده مش معناه انك تجيف اب وتهملي الروتين بتاعك، لا. الستروبري سكين بالذات محتاجة كوميتمنت، محتاجة ان انت تفضلي تدي حتى لو انت مش شايفة نتيجة دلوقتي. برضو حاجة تانية حابة انبهكوا ليها، انك ما تستنيش تشوفي نتيجة اول ما تطلعي من الشاور. اول ما انا بطلع من الشاور بحس ان بشرتي مش ملتهبة، بس البوينت اللي لونها احمر دي في بشرتي بتبقى لونها احمر جدا، وبتحسسني بالعكس ان انا بجيب نتيجة عكسية. بس بعد ما البشرة بتهدى تاني يوم الصبح، اما بشوف البشرة بتاعتي بحس ان لا فعلا في فرق. فما تحكميش عليها اول ما تخرجي من الشاور. انا النهاردة جايبة لكم 2 روتين مختلفين. الاختلاف ما بينهم ان في واحد بيجي كومبليتلي من الصيدلية، يعني في اي وقت اي برودكت خلص منك انت ممكن تبعتي تجيبيه من الصيدلية هيبقى موجود، وهو افوردبل كمان، وعلى فكرة البرودكت دي بتقعد معاكي فترة طويلة، يعني انت مش كل شهر هتجدديهم، لا خالص، يعني اقل واحد لو استخدمتيه كل يوم او كل يوم ويوم هيقعد معاكي شهرين مينيمم. الروتين التاني هو في برودكت بس هو اللي هيجاب من سيلرز اونلاين على الانستغرام، او ممكن دلوقتي تلاقيه على amazon.eg حسب ما انت هتجيبيه منين. انا عن نفسي جربت روتين الصيدلية وجاب معايا نتيجة افكتيف جدا، وبالعكس انا حباه وببريفيرت عن الروتين التاني. الروتين الاولاني، وهو ده الروتين اللي انا جربته لمدة شهور طويلة وعجبني جدا وحبيت ان انا اكمل عليه حتى بعد ما خلص الروتين التاني ده، هو البرودكت اللي قدامنا دي. حاجات سهلة وبسيطة جدا وموجودة في اي صيدلية. اولا عندنا الشيفينج كيت، اي شيفينج كيت هتنفع مش لازم البراند دي، والاكسفولييتنج ميت ده برضو من الصيدلية، وال نيتروجينا فيزيبلي كلير انا كنت بستخدمه على انه بادي واش، ويوريبار كريم بعد الشاور. خليني انبهكم لان الروتين ده فيه 2 فورم من الاكسفولييشن، في فيزيكال اكسفولييشن بيتمثل فيه الشيفينج كيت، وبيتمثل فيه الميت بتاع الاكسفولييشن، وفي كيميكال اكسفولييشن، والكيميكال اكسفولييشن دي موجوده في نيتروجينا فيزيبلي كلير وموجوده في يوريبار، لان الاثنين فيهم مواد بتساعد على تقشير البشره. فواحنا بنعمل بقى الجزء بتاع الفيزيكال اكسفولييشن، بليز خليكوا جنتل جدا مع بشرتكم. انا اللي يعرفني في الحقيقه دايما بيتريق عليا ان انا دايما رقيقه جدا مع بشرتي ورقيقه جدا مع شعري، لدرجه ان صحابي القريبين بيتريقوا عليا لما مثلا بصرح لهم شعرهم او اجي اعمله لهم بالبيبي ليس، لو ايه ده انت بتسرحي الشعر بمنتهى الرقه كده ليه، ده انا بقعد اقطعه. انا ما بحبش كده خالص وما بعرفش اعمل كده. فبليز ما تستخدموش الاكسفولييتنج ميت ده على انه صنفرة بقى ويعني نهري بشرتنا ونهري جلدنا، لا خالص، انا بستخدمه على انه ليف عادية جدا، بل بالعكس انا ببقى قصدة ان الموضوع يبقى جنتل جدا. بصوا الستروبري سكين مش محتاجة قوة في الصنفرة،
هي محتاجة persistence، محتاجة commitment للروتين، محتاجة ان انت تستمري على نفس الروتين فترة طويلة وهي بتستجيب مع الوقت. بس الphysical force معاها هتخلي بشرتك تلتهب، هتخليها تحمر، وهتخليها تاخد وقت اطول في انها تخف. وما ينفعش كل مرة تبقي خارجة من الشاور تبقي خارجة ملتهبة وبشرتك محمرة وتعبانة ومش عايزة حاجة تيجي ناحيتها. ما ينفعش، ده مش حاجة هتقدري تعمليها كل مرة، فبالتالي هتزقك لان انت تستسلمي اسرع. فدايما خليكوا جنتل مع بشرتكوا، جربوا الروتين ده. انا جربته، بصوا زي ما انتوا شايفين الشاور جل خلص مني، وانا كنت قلقانة ان انا هجيب غسول استخدمه كشاور جل، هو برضو نوعا ما مش بادجت فريندلي، بس اكتشفت ان هو بيقعد وقت طويل جدا. الشاور جل لوحده قعد معايا حوالي 7-8 شهور، يمكن اكتر كمان، فلا يعني قعد معايا فتره طويله. وانا باخد شاور مثلا مرتين في الاسبوع. واليوري بار ده احلى كريم انا لقيته للستروبري سكن. بصوا لو مش هتجيبوا اي حاجه من الفيديو ده، مش هتجيبوا اي حاجه من الروتين ده الا برودكت واحد بس، انا انصحكم بيوري بار، لان هو فيه 10% يوريا، واليوريا بتقشر البشره. فحتى لو مش هتعملي اي حاجه تانية غير ان انت تحطي كريم على جسمك كل يوم بالليل او يوم بعد يوم بالليل، ان هو كريم حلو جدا، انت مش هتحتاجي تحطي كل يوم، بس لو بشرتك جافه جدا ومحتاجه ان انت تحطي كل يوم، حطي كل يوم، مفيش مشكله. فلو هتجيبي برودكت واحد بس من الفيديو ده، انا انصحك بيوري بار، وبرده هتشوفي نتيجه، وهتشوفي نتيجه كويسه جدا برده على فكره. يعني الحاجات التانية دي كلها حاجات مكمله. النيتروجينا فيزيبلي كلير ده حلو جدا لسبب بسيط، ان هو فيه 2% ساليسيليك اسيد، وده نوع من انواع الاكسفولينتس، بيدخل في البشره، وهو ده اللي بيبقى مهمته انه يقلل الاحمرار اللي موجود في الستروبيري سكن. فاليوريا بيبقى مهمتها انها تقشر الجلد الميت فتخلي الملمس ناعم جدا، والنيتروجينا فيزيبلي كلير مهمته ان هو يهدي الاحمرار بتاع الستروبيري سكن فتبان على انها كلير سكن. انا الميت ده جبته، كنت مره رايحه سبا، وانتوا عارفين لما بتروحوا السبا بيخلوكي تشتري الجوانتي بتاع التقشير ده، كنت جايبه ب 30 جنيه بس انا لقيت منه في كارفور ب 10. بصوا الشيفينج هو فورم من انواع الاكسفولينتس، لانك تكنيكلي بتشيلي طبقه من طبقات الجلد اللي على بشرتك، فاتنين مع بعض هيبقى كتير. فاجان لو انت بشرتك حساسه، pay attention لبشرتك هتقولك ايه. لو لقيتي ان بشرتك حساسة او بتطلعي من الشاور محمرة وفي حاجة مش مظبوطة، then ابتدي شيلي حاجات من الروتين ده. يعني مثلا ما تعمليش شيفينج في نفس الوقت اللي هتعملي فيه اكسفوليشن بالمت، او العكس، يعني استخدمي حاجة وحاجة لا. ومثلا ما تعمليش شيفينج في نفس الوقت اللي هتستخدمي فيه الشاور جل، عشان ممكن الشيفينج مع الشاور جل يخلي بشرتك تلتهب. انا عن نفسي بشرتي استحملتها، انا معرفش بشرة كل واحد فينا هترياكت ازاي، فاهمين؟ خليكي منتبهة لبشرتك هتقولك ايه في الفترة دي، وصدقوني لو التزمتوا مدة شهر بجد هتشوفوا نتيجة كويسة جدا جدا جدا، وهترضيكوا وهتعجبكوا قوي. الروتين التاني ده، فانا بصراحة عاملاه للناس اللي جابت الجلايكوليك اسيد من The Ordinary وما لحقتش تخلصوا مثلا في الفترة اللي فاتت، لان كان طالع ترند ان احنا كلنا نشتريه وكلنا نستخدمه، وبعدين ازازة كبيرة فهي ما بتخلصش بسرعة، هي ما شاء الله بتاعه كتير جدا. فانا حبيت ان انا ادخله في الروتين بتاعي لما نيتروجينا فيزيبلي كلير بتاعي خلص. عملت روتين مخصوص للستروبري سكن، وبحط فيه الجلايكوليك اسيد، وبيبقى هو فيه السوبر ستار. مفيش اختلاف كتير في الروتين ده، نفس الفكره، انا بعمل شيفينج بالشيفينج كيت، وبستخدم الجلوف ده في الاكسفوليشن الرقيقه جدا للبشره. بس بدل ما بستخدم النيتروجينا فيزيبل كلير، بستخدم اي شاور جل موجوده عندي. انا حاليا بجرب فا اللي بالفانيلا والهاني واليوغرت ده، انا بصراحه جايباه عشان ريحته، وانا مش جايباه عشان حاجه معينه، انا كنت عايزه ارخص واحد في الصيدليه لانه هو مش هيفرق، هو ما فيهوش اي انجريدينتس هتساعد الستروبري سكن. البارت ده من الشاور ما فيهوش اكسفوليشن، هو الاكسفوليشن كلها بعد ما تطلعي من الشاور. نبتدي نستخدم الاورديناري جلايكوليك اسيد از ا تونر. بصوا انا حطاه في سبراي بوتل، هي شكلها مش عاطفي شويه بس هي افكتيف وفعاله. بحطه في السبراي بوتل دي، وبستخدمه بان انا برش في ايدي، وزي التونر بالظبط، زي ما بتعملي مع وشك ما بتستخدمي تونر، بتحطي حب نقطتين ثلاثه كده وتحطيهم على بشرتك. انا بحط برضو رشتين ثلاثه احطهم على جسمي،
وبعد ما بحط التونر بحط البودي كريم برضو بتاع يوري بار. انا لما خلصه مش هجيب منه تاني لسبب بسيط، ان الاوردناري غالي جدا دلوقتي، بيبقى في مصر اقل سعر هتلاقيه هيبقى 350، وده يبقى انجاز على فكره. يعني لو لقيتيه ب 350 هاتيه، هو حلو جدا، بس انا مش حابه الروتين بتاعي يبقى فيه حاجات تجاب من برا مصر وفي احتماليه ان يبقى موجود او يبقى مش موجود. فعشان كده اما الروتين ده يخلص انا هرجع تاني للروتين الاولاني بتاعي. ممكن اغير الغسول واجرب حاجات تانية فيها كيميكال اكسفوليشن، بس دلوقتي انا هخلص ذا اوردينري ده عشان هو بقاله كتير عندي وانا مش عايزاه اكسباير. انا مش دكتوره، والبرودكت دي انا بجربها مع نفسي، واللي بينفع معايا وبيجيب نتيجه ببقى فرحانه جدا عشان اقول لكم عليها. فالموضوع ده هيبقى محتاج منك ان انت تبقي بتسمعي لبشرتك كويس قوي، وتبقي شايفه هي محتاجه ايه ومش محتاجه ايه، ولو شايفه ان تو ماتش اكسفوليشن بالنسبه لها هي مش قادره تستحمله، ابتدي شيلي برودكتس من الموضوع وشوفي بشرتك هتستحمل ايه واستمري عليه. بس انا مش عايزاكم تفقدوا الامل، صدقوني الستروبري سكين لما بتمشي على روتين بجد بتشوفي نتيجه. طبعا انا برضو محتاجه افكركم ان الاثنين روتين اللي احنا قلنا عليهم النهارده دول فيهم فيزيكال اكسفوليشن وكيميكال اكسفوليشن. سو بليز لو هتسمعوا الفيديو ده في الصيف وهتلبسوا نصكم او هتخرجوا في الشمس وتقفوا كتير، ما تنسوش تحطوا سان بلوك بليز، لان لو ما حطيتوش سان بلوك هيبقى كل تعبكم ده على الفاضي، بل بالعكس انت ممكن تجيبي نفسك مشاكل زياده. خليكم متعودين كده، طالما هتستخدموا اي نوع من انواع الاكسفوليشن في الروتين بتاعكم لازم يكون في سان بلوك لما تيجوا تتعرضوا للشمس. وطبعا انا الفيديو ده هنشره واحنا لسه داخلين في بدايه الشتاء، فانا حابه جدا ان انتوا تجربوا الروتين ده واحنا لسه داخلين على الشتاء. الشمس خفيفه والشمس بتبقى موجوده ساعات قليله جدا في اليوم، ومعظم الوقت اصلا اللي هنبقى فيه بره هنبقى لابسين تقيل، فهنبقى متغطين من الشمس اساسا. فانا شايفه ان دي هتبقى فتره حلوه جدا ان كلنا نبتدي البادي كير روتين بتاعنا، عشان لما الصيف يدخل تبتدي تشوفي الافكت الفظيع اللي الروتين بتاعك عمله لما استمريتي عليه طول الشتاء. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك اند سبسكرايب عشان توصلكوا فيديوهات اكتر مني. باي باي.